هاد الوقفه الاحتجاجيه اليوم تقريبا مشكل ديال الغازوال، المشكل ديال الغازوال وهذا الغلاء اللي كاين دابا، ولا كنعيشوا حنا كمهنيين وكمغاربه كاملين كنعيشوا واحد الظرفيه مزريه. المشكل ديال الغازوال كان تم واحد النقاش مع مع مع, مع الحكومه، اعطينا اقتراحات ديالنا كهيئات نقابيه، واقترحنا انه يا اما يدار التسقيف ديال الغازوال يبقى في واحد الثمن، والا تعطانا الغازوال ديالنا المهني اللي كنا كنطالبوا بشحال هادي، كنا كنطالبوا بالغازوال المهني، يتعطانا غازوال مهني ديالنا بحالنا بحال القطاعات الاخرين، بحال الملاحه بحال السياحه بحال، يكون عندهم الغازوال ديالهم مهني يدار بواحد الثمن ديال المهني، ماشي ديال البارتيكولي، لان احنا مهنيين، احنا نقدم خدمات، احنا ماشي كندورو كن 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 اللي كيمشي بعض المرات ولا، احنا نقدم خدمات، خص الناس الجميع يعرفها، بان هذا القطاع يقدم خدمات وكيعطي من اللحم ديالو، كيعطي من الصحه ديالو، احنا هادشي كنطالبوا من زمان، لان في 2013 كان عندنا حوار مع الحكومه كهيئات نقابيه، طبيعه الحال ماشي نقابه واحده، بزاف ديال النقابات، في 2013 تعطات اشاره السيد وزير الداخليه، عطى اشاره لوزاره الماليه باش تخصص للقطاع ديال سياره الاجره واحد المبلغ وباش يدار الغازوال ديالنا المهني. من 2013 اليوم هاد الفلوس فين مشات؟ هاد المبلغ اللي تخصص اللي خصاته لوزاره الداخليه، لان هذا وزير الداخليه ماشي للعب هذا، واش انا محمد بن الاصفر كندوي في الزنقه ما غيسمع لي حتى واحد؟ وزاره الداخليه تعطي اشاره لوزاره الماليه باش تخصص واحد المبلغ مالي تعطيه للمهنيين. اذا اليوم ان شاء الله غنتحاسبوا كيف ما غنتحاسبوا مع الحكومه، نتحاسبوا مع وزاره الماليه وغنقولوا لها في 2013 المبلغ ديالنا المالي اللي تعطى ديال الغازوال المهني فين مشى؟ وحنا ان شاء الله في صدد، لان واحد المجموعه، لان كاين مشاورات ما كاينش بوحدي ولا بوحدنا ولا كاين مجموع المهنيين، كناخذوا من عند المهنيين كاقتراحات، حنا مسؤولين على واحد المهني كيعطينا اقتراحات ديالو، كنعرفوا لا سيتياسيون الوضعيه ديالو المزريه وكنقدموها للحكومه. انا كسائق سياره الاجره كبيره تنخدم 24 تنريح 24 تندي معايا 50 درهم اللي بحال تندي واحد 500 درهم يعدي في النهار، وانا بسيفتي ما نقدرش نزيد على المواطن حيت المواطن بحالي بحاله، هو مضرور انا مضرور، ما نقدرش نزيد عليه حتى 10 دريال، إلا زدت عليه 10 دريال حيت المواد الغذائية راه تزادت. أنا من تنصور واحد 500 درهم يعدي في النهار، راه ما تتقدني حتى كيلو ديال المطيشة اللي داير 10 دراهم. حنا ضعفاء. الحلول اللي طرحنا على رئيس الحكومة بأن باش يدير معنا واحد التسقيف ديال الغازوال المهني.